ولوالديكم ولمن له صلة بكم. فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكاً للدماء وإفساداً في البلاد ومنعاً من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء. وإن من أولى من يدعى له وإن من أولى من يدعى لهم من قدموا الجميل وأقدموا على فعل الإحسان. ومن ذلك